اكيد ان كلنا تعجبنا رمضان ونعيشوا الاجواء ديال رمضان. اللي ما تعجبناش هو نشوفوا هذيك الاجواء اللي تتكون نادرا ديال الترمضينه. فالترمضينه عندها علاقه بعض الاحيان بالادمان، الناس يكونوا مدمنين على بعض الامور، على القهوه، على اتاي، على الماكله، على السكريات، او على امور اخرى، ومن ثم تيدخلوهاش الجسم ديالهم تيوقع واحد شويه التوتر وتتوقع ديك النرفزه. اولا بعض الاحيان كاين الناس اللي تيكون عندهم الجوع بزاف، يعني انخفاض نسبه السكر، لان دائما ما تتوقع في النهايه ديال اليوم، وهذا تؤدي الى التوتر كذلك وتخلي ديك النرفزه وتنوصلوا هذيك المرحله ديال الترمضينه اللي من احسن اننا نتفاداوها كاملين. لهذا فمن الافضل اننا حتى كنا غادي نخرجوا نتسوقوا ولا نديروا لي زاشا ديالنا، من الافضل نديرهم في الصباح اولا نديرهم بالليل، على الاقل تتكون نسبه السكر عندي مقاده مزيانه، ما تيكونش عندي ديك الازدحام بزاف في السوق، ما تندخلش في نقاش كبير وتنتفاداو هذيك الترمضينه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، نفكروا دائما بان شهر رمضان هو الشهر ديال التسامح، هو الشهر ديال الغفران، هو الشهر ديال العطاء، فنحاولوا دائما اننا ندوزوا هذا الشهر في احسن ظروف باش نستافدوا من الصيام ديالنا على احسن ما يمكن، والله يتقبل من الجميع.